مع تواصل هجمات جيش الاحتلال على غزة، تستمر رحلة النازحين داخل قطاع غزة الأليمة من الشمال إلى الجنوب تحت مراقبة دبابات الاحتلال القاتلة. وجراء الحرب وقيود الاحتلال، بات سكان غزة وخاصة محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاماً. دخلوا وصاروا يجرفوا في كل مكان ويزعقوا مكان، احنا مش سامعين ايش فيه، بس الناس كانوا قايلينهم اخلوا من الاسرار روحوا حمد. وانا مش عارف، احنا قلنا الصبح البيت طلع لنا الصبح بنطلع، عشان نطلع الصبح نطلع من الشباك، كنا بنبص من الشباك ما فيش نفتح الباب، طلعنا من الشباك لقينا الجرافه على الباب قاعده بتجرف، في قدامنا دار الرائد عمي نطلع عليها كان مخلي هو، نطلع على الدار لقينا جواها اليهود. وسط الحرب المتواصله على قطاع غزه منذ 7 من تشرين الأول 2023، تحولت رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع إلى ما يشبه مخيماً كبيراً للنازحين من مناطق أخرى من القطاع المحاصر والمستهدف. وقد ظن الفلسطينيون المهجرون أن في هذه المدينة الحدودية مع مصر قد يجدون شيئاً من الأمان، لكن التهديدات تتصاعد حدتها فيما يخص هجوماً محتملاً على رفح، وسط مناشدات دولية رسمية وأخرى صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك عن منظمات إنسانية وحقوقية بعدم الإقدام على تلك الخطوة الكارثية. الحلبات تمشي عنها، تبعدش عنها 2 كيلو، تمشي عندها بتوفق من كرسيين بعاصمة العين، هذا أنا أخذ أبويا وغدو، مش عارفين احنا ايش اللي صار. المهم صحينا الصبح لقينا كفات كارتر وهذا بتقول لهم الرجال توجه، حضروا حالكم الرجال توجهوا إلى الدير. كذلك يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجونها لمواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة، وهو أمر يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية وتعقيدها. ويحلم النازحون بوقف الحرب المدمرة وانتهاء هذا الكابوس حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو إلى مناطقهم السكنية على أقل تقدير.